مساء الخير على حضراتكم ومساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم في حلقة نهاية الأسبوع من المحترف. النهاردة إن شاء الله بإذن الله كالعادة يوم الخميس عندنا ملفات كثيرة جدا جدا هنتكلم مع حضراتكم فيها. خلاص الدوريات الأوروبية خلاص على الجولات الأخيرة قبل انطلاق المونديال. كل العالم بيتحدث عن كأس العالم 2022 في قطر، استعدادات الفرق المشاركة، كمان على مستوى الاختيارات، على مستوى الناس مستنية بشكل كبير جدا جدا كأس العالم، لأنه كأس عالم مختلف. مختلف من جميع الجهات، على مستوى الفني، على مستوى اختيارات النجوم، على مستوى غياب بعض النجوم الكبار اللي كان الناس بتنتظر تشوفهم في كأس العالم.